بسم الله بسم الله. طاطبة نقطة ديال الزيت والفلفلة والكوكوت بقى واحد الطريقة روعة. اوكي والمايونيز خلاص ما نعاودش لكم بالحبق، كتجي رائعة زوينة بزاف ماشي غير شوية. واو صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم عندي هاد الفلفلة جابت جاكمو، ما عرفتش اش غندير لك تبغي نعمرها كنت بغيت. المهم هاد الصباحية تبان ليا فيها غادي نديرها غا بحال الشكل ديال التكتوكة وبطريقة زوينة، ومنها غتعرفوا حتى الطريقة إلا بغيتوا تقليو الفلفلة بواحد النقيطة ديال الزيت يعني في الكوكوت، تتقليوها تتجي زوينة بزاف. غنجيب غا الكوكوت وغندير فيها واحد شوية ديال الزيت هكا وشوية، ها نتوما شفتوا هاد الشكل، وغادي ندير فيها هاد الفليفلات دياولي هكا. غادي نحاول ندير ليهم هكا نفندهم في هاد الزيت هذا بهذا الشكل هذا، تنقلبهم فيه من الجهات كلهم يعني تيقيسهم الزيت هكا صافي. هادي هي الطريقه دابا اللي غندير ليهم، صافي راه قاسهم الزيت ونسد عليهم الكوكوت. نسدها مزيان وغنشعل هنا ونقص شويه، شعل حتى الاخر الوسطاني. اوكي وغنحط الكوكوس ديالي هنا وغنخليها واحد 10 دقائق غنسمع الصفاره ديالها بدات تتعوت وغادي نوري لكم. هانتوما راه بحال درت الكوكوس، يلا شعلت عليها باقا يلا دفات كنسمع الزيت، هانتوما نشدها من هنا باش تعرفوا راه بارده وكنبدا نحركها بحالكم. بداو تحركوا الكوكوت مره مره تحركوها حتى تبداو تشوفوا هذه عاد باش غادي تعرفوا بلي راه كلشي طاب. تتحركوها تتحاولوا تقلبوا هذوك الفلفلات تما مره مره، شدوها نتوما من يديكم، انا ما كاينش جاكم كاينه غير بوحدي، شدوها من اليدين من هنا وبداو تقلبوا هذيك الفلفله فيها لداخل. المهم 10 دقائق من الحساب، راه حطيت التليفون وانا نقلبها من اليدين. والله الا ريحه الفلفله خارجه دابا الريحه، وسميتو البوطار انا ناقصها باش ما تحرقش ليا، شفتوها كيما وريتها لكم في الاول. صافي هنا من بعد مرور 10 دقائق وراه حركتها مع شي جوج مرات اخرين ولا ثلاثه، غنطفي دابا على كل شيء هكا، غنشعل لاهوت وغادي نخليها تنفس وغنتلاقى معاكم. هنا صافي هي بدات كتنفس، هي على بال ما كانت تتنفس انا درت هنا واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم وانا نديرهم هنايا في المقلعه، حكيتهم وخليتهم وغادي نحل دابا الكوكوت. صافي غنوريكم دابا ويلا هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله الفلفله كي تتولي حمرات، شوها كي تشوات نخليها تما كي تبرد ليا واحد شويه، وانا غندوز المقيله هنايا غنشعل عليها هكا ويا شالة. صافي غندير ليها واحد شويه ديال زيت الزيتون ها هو، غنوضع شويه ديال الزيت هنايا هكا وغنخليه هنايا في هذا المقيله يتشحر ليا هاد الثوم. وهنا عندي الهاشوار غندير فيه هاد واحد شويه ديال المطيشه شويه، الا ما عندكمش ديروا واحد ربعة الحبات ديال المطيشه، هذه مولية جاكم من البالكون واحد جوجات، وهاد الاخرين راه بشريين. صافي وغادي نطحن كلشي هاد الشيء، غتجي رائعه هاد الوصفه بالفلفله تعجبكم بزاف. صافي غنطحن كلشي ماشي غادي نيلو غادي ندقدقو، غنهرمشهم واحد شويه مزيان وصافي. اوكي صافي ثم غنوريكم هاي كاين شي وحدين دقدقو وشي وحدين غتهرمشو صافي. انا غنحضي دابا الثوم هنايا حتى تبدا تقلى واحد شويه، وهادو غنديرهم فواحد الطبسيل باش يبردوا ليا باش نقيهم. صافي هنا الثومه غا تبدا تبان ليا تتبدا شويه تغلي، وغنضيف ليها هاد المطيشه هادي هكا. صافي وغنضيف ليها دابا واحد شويه ديال الملح القياس ديالي والبابريكا ها هي، نزيد واحد شويه وغادي ندير الربيع القزبر ها هو دي هنايا مقطعه، نقص منه واحد شويه معدنوس عفوا ماشي القزبر هذا المعدنوس، وغادي ندير واحد شويه ديال الاوريغانو غنخلط مزيان هادشي، وغنمشي نجيب شي وريقات ديال الحبق من برا. يلا هزيتو درت به واحد المايونيز
دابا نوريه لكم. هاد الحبق راه هو مغسول هنايا نقي وناشف زوين. نهز شي ربيعات هكا منه او ريقات قلالين بلا ما نغسلهم لانهم مغسولين. غسلتهم قبيله هادشي ونديرهم هنايا هكا. والمايونيز ها هو اللي قلت لكم ديال الحبق، درتو بالنكهه ديال الحبق كيجي رائع بزاف. صافي غنخليهم هنايا يبداو شويه يتقلاو ونوري لكم كلشي. نشوفوا هاد المطيشه فين وصلت. هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله. واو شوفوا كي بدات غاده كتعلق. هاي صافي غنخليها دابا هنايا نشوف هذيك الفليفله راه تكون بردات. شوفوا الفليفلات ما شاء الله كي داروا. هانتوما تقلاو مزيان بحال قليتوهم فيطرو ديال الزيت، وهما راه كيف ما شفتوا معايا غنقيطها غير شويه وغادي نشد دابا هاد الطريقه ديال الكوكوت. زوينه ترجع عليهم الصهد وتيطيبوا دغيا تيتقلاو وما كيضيعوش الوقت دغيا، وما كطير الزيت ما يوسخ لك الكوزينه، ما داك الزيت ما تيخلي فين يوصل ديال القليان، يعني ما كيديرش لكم ضاني كما نقولوا. المهم غادي نقيهم دابا هكا. نحرك هاد الميطيشه مره مره، خصني نحركها. هانتوما شوفوا ما شاء الله هاد الصلصه هادي كي ولات تعلكات مزيان شفتوها. السر ديال المطيشه الا بغيتو يجيكم احسن من هادوك اللي كيتباعوا ديال القراعي هو نقصوا عليها البوطا وخليوها الا خليتوها واحد الساعه ونص ولا ساعتين نساوها، راه تتولي حمراء غير راسها وتجي حلوه زوينه بزاف. هانتوما ما شاء الله غنخليها دابا تكمل طياب ديالها، وانا غادي نقي الفليفله ونحيد لها الزريعه ديالها وغادي نوري لكم كلشي. شوفوها من الفوق من تحت كلشي كاع دايره كاع طايبه كلشي. ها واخا هاد الجهه كتبان لكم بيضه راه الجلده ديالها كتحيد شفتوها. ها هي يعني راه ما تبقاش فيها القشره. انا اللي مهم كاع عندي من هاد العمليه هو نحيد لها القشره، هادشي علاش درت ليها هادشي. يلا غنقي ونتلاقى معكم. هنا صافي كملت الفليفلات من بعد ما نقيتهم. صافي تنجيب دابا السكين وتنديرهم هكا شرائح كيف ما تشوفوا معايا، وغادي نديرهم مربعات صغيورين بهذا الشكل هذا ولا مكعبات، المهم يكونوا صغيورين. صافي هنا كملت الفليفله وغنضيفها دابا على هاد المطيشه هادي هكا وغنحرك كلشي. شوفوا معايا هاد المطيشه شحال تعلكات شوفوا ما شاء الله. شفتوا نحرك دابا كلشي تدخل فيها مزيان، وغنجيب واحد شويه ديال الكمون باش ما الكمون اللي درت انا كنبغي نكثرو اللي درتو في الاول تيحررها تجي حاره داك المذاق ديالها بحال مر ماشي حار. وغادي ندير لها دابا واحد شويه ديال الكمون واحد شويه عاوتاني ديال الربيع ونخليه واحد 10 دقائق ولا هكاك دائما على نار مهيله. الكمون والربيع صافي نحرك كلشي دابا كيف ما قلت لكم ونخليها تعلق ليا مزيان واحد شويه وغنوريها لكم. هنا عندي غير الطنجره اولا الكوكوت فاش طيبت هذيك الفليفله بقى ليا داك الزيت هكاك وهادشي كحل تيبان ليا ديال الفلفله وريحه الفلفله. غادي نجيب واحد الورق بلا ما نغسلها نفسكها ونعاود ثاني نبقى نشف فيها غادي نمسحها هكا. انتما شفتوا حيت لها كاع هادشي اللي فيها. وغادي نجيب واحد نقيطه ديال الزيت، هذا هو الزيت اللي عندنا ديال القلي اللي كنستعمل هذا انتم شفتوا معايا ديال جيراسول يعني ديال نوار الشمس. غندير منه واحد نقيطه هنايا غير شويه هكا انتم شفتوا. ها شوفوا معايا الزيت شحال درت شفتوا تقريبا شي معلقه ما كاملاش. غنشعل عليه البوطه وهنا عندي بطاطا جاك متشهه ليا البطاطا، ولكن هاد الطريقه اول مره غنديرها نجحات معايا غتبقاو ديروها ما نجحاتش معايا ما شتوني ما شتكم. المهم انا غنجرب هادي الفلفله كنديرها دائما صراحه بالفلفله حمراء بكاع جميع الالوان، ولكن بالبطاطا ما عمري ما درتها ناقصه على هادشي دابا مزيان. وغندوز هنا لهاد البطاطا نقطعها بحال الشكل باش كنديروا بطاطا فريت. صافي هنا قطعت هاد البطيطات ونشفتهم وتنجيب دابا القطعه ديالي ديال البطاطا وتنقطع وتنوضع هنايا بهذا الشكل هذا. غنستعمل هكا حتى غادي نكمل هاد الطيطه والزيت هنا ناقص عليه مزيان. انا غنزيد دابا واحد شويه هذه كامله تقريبا غادي نديرها في شي جوج دفعات ما غاديش ندير هذه في واحده. ربعه البطاطات بحال ديروا كل جوج بطاطات في مره
لان القاع ديال الكوكوت ما كبيرش. انا غنوري لكم صافي درت على نص الكميه. غنوضعها هنا بسم الله. ندير هنايا هكا ولكن ما غاديش نسد عليهم هادشي. انا ضربت صعاب وحديتي ما غاديش عليهم الكوكوت. Per non sporcare, bravo, bravo. Non sporcare, vero? Bravo, bravo. قالت باش ما توصفيش باش ما نوصفوش فعلا. دابا غنزيد عليها غير شويه ديال النار ما غنجهدهاش بزاف. وهنايا غادي نغطيها بالغطايه ديال هكا ولكن ما غنسدهاش. الغطايه مفتوحه. غنكمل انا هاد البطيطات هنايا ونوري لكم من بعد. صافي هنا غنشوفوها دابا. هانتوما شوفوا معايا. ويلا جبل جبل هي بطاطا. كنحاول دابا نقلبها هكا. هذوك اللي ماشي كلتهم ولا ما تقلبوش ليا تنقلبهم هكا بهذا شي فرصيط ولا شي حاجه اللي بغيتو نتوما. غنحاول نقلبهم على غاده مزيانه. هنايا واحد السفيره وغادي نبدا نهز ونوضعهم فيها. شوفوا معايا ما شاء الله. هانتم ها هما الطيطات شفتوا خليتهم كاملين. راه المهم العمليه راه ناجحه. انا راه اول مره كنديرها ما نكذبش عليكم ولكن راه ما وسخات ليا حتى شي حاجه. مولفه هذا القراعي ديال العطريه وهنا الزيت ما تيخلي فين يوصل. الساعه دابا الحمد لله ما كاينه حتى شي حاجه. ما غنزيد لا زيت لا والو داكشي اللي كاين. غنكمل هاد البطيطات حتى هما وغادي نوري لكم كلشي من بعد. نسد عليها كالعاده. هادو غنرش عليهم مليحه. وهنايا كيفكم شوفوا معايا ما مقرمشاش. ها ما لاوياش وما مقرمشاش راه باقا بعدا سخونه. جاكم جاكم واخا جاي غي شوي الحوت جاب البرامزينو دابا او مشعل هنا الشوايه وداير الباراسول الغربي اليوم. شوفوا راه يبان لكم الباراسول تيرقص تما. غادي نحط هادو شويه وانا غنوجد كلشي ملي تكمل ليا بطاطا. الشكل النهائي ديال السلسله ديالي المكرمله ها هي. شوفوا ما شاء الله كي كتجي. ها هي هادي البطيطه تاع هي. اول مره كنجرب بطاطا الصراحه ولكن درجات رائعه يعني ما توصفو حتى شي حاجه. غنحط شويه ديال المايونيز هنايا وغادي نجربها معاه. جاكم راه تيقلي هنايا في واحد شويه ديال برانزينو. دير واحد جوج حوتات هنايا ها هما جيامو ويلا يعني هو غيقلبهم هنايا وانا غندوق هاد الطيطه مع هاد المايونيز. المايونيز راه تجي رائعه جاتها بالحبق بالنكهه ديال الحبق. اللي بغات تشوفها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الطيطه مع هاد الفلفله بالقليل بزاف من الزيت وبلا وسخ بلا دهون بلا ما توسخوا المطبخ ديالكم. كما يكون الاعجاب ديالكم هذه الفيديو شجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو. مع السلامه.